واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعدادي للمنتخب الوطني استعداداً لخوض منافسات كأس آسيا، فيما حددت إدارة المنتخب السعودي يومي الخميس والجمعة لتوزيع التذاكر عند بهو الفندق الذي يقيم فيه المنتخب السعودي في مدينة بريسبن الأسترالية. إلى ذلك حافظ المنتخب السعودي الأول على المركز الثاني بعد المئة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات العالمية الصادر عن شهر يناير الحالي، وجاء المنتخب السعودي في المركز الحادي عشر بين المنتخبات الآسيوية. ينضم إلينا من الرياض مدرب منتخب المملكة للناشئين والبراعم الكابتن بندر الجعيثين. أهلا بك كابتن. بداية، كيف ترى حظوظ المنتخب السعودي في كأس آسيا 2014 وخاصة في المباراة الأولى مع المنتخب الصيني إن شاء الله يوم السبت؟ أول شيء أحييك وأحيي القناة الإخبارية وحياك الله هذا اللقاء. طبعا لا شك أن المباراة كون المباراة الأولى لا شك أنها تكون صعوبة، الصعوبة فيها طبعا في مستوى الفريق السعودي اللي قالت عليه الأيام الأخيرة، طبعا من نتائج ودية أو حتى في مسابقة البطولة الخليجية اللي فاتت اللي خسرناها طبعا في النهائي أمام المنتخب القطري، ولكن الظروف تحصل لكل منتخب مهما كان اسمه ومهما كان تاريخه، فلذلك لابد من احنا نحاول قدر الإمكان أن نقوم على تلك الصعوبات ونحاول أن نتلاشى لكي نثبت أن المنتخب السعودي متواجد في كل المحافل الدولية. لا شك أن المنتخب السعودي منتخب لا يستهان فيه كونه فريق المنتخب حصل على آسيا ثلاث بطولات، ذهب لكأس العالم أربع مرات. نعم. فلذلك الأنظار سوف تتجه للمنتخب السعودي ومدى جاهزيته بالرغم من الإخفاقات اللي حصلت خاصة أيضا في المباراتين السابقة، ولكن المنتخب السعودي دائما ما يكون حاضر في المهمات الصعبة. طيب أعتقد حيكون له دور. نعم كابتن بندر، يعني كم تتوقع نتيجة المباراة؟ ما في هناك نتيجة. إذا أنت بتتكلم على المنتخب الصيني، المنتخب الصيني الآن من الفرق المميزة، يعني مثل تشوف الصين تاهلت بصعوبة في مرحلة التصفيات، فازت مرتين فقط وخسرت المنتخب السعودي وتعادلت مع الصين، فلذلك منتخب قوي. ايضا من المباريات الوديه لم يخسر ولا مباراه وديه، او الوديات لعبها مع الباراغواي وفاز عليهم بهدفين، ولعب مع عمان وفاز باربعه، فلذلك الفريق يعني معد اداء جيد وعنده لاعبين ايضا يمتلكون لاعبين على مستوى عالي، لعبوا سبق ولعبوا في اوروبا. اذا تتكلم عن لاعب الوسط زهان زي يلعب في جوانزو وسبق لعب مع شانتون الإنجليزي وسلتيك الاسكتلندي، بالإضافة إلى وحقق اللاعب نفسه أيضا لاعب في يعني لاعب في آسيا عام 2013. نعم. بعد ما تم تحقيق دوري أبطال آسيا لاعب الوسط راون جون لاعب نادي جوانزو وسبق له لاعب في الشارك الألماني، يعني عندهم لاعبين على مستوى عالي، فلذلك لم تكن مباراة سهلة، ولكن المنتخب السعودي أنا أعتقد بعد الإخفاقات هذه انطلاقتها حتكون إن شاء الله من أول مباراة مع الصين. نتمنى ذلك، ولكن كابتن بندر، يعني هل تتوقع من المنتخب السعودي أن يذهب بعيدا في كأس آسيا؟ شوف كل المنتخبات المشاركة الآن مرت بتذبذب في المستوى، ولكن ليس المنتخب السعودي اللي محط الأنظار عليه كونه في كل بطولة مرشح، فلذلك لا تنسى أن تلعب أيضا هناك في منتخبات لعبت في كأس العالم السابق، هناك خمسة يعني منتخبات أو أربع منتخبات، يعني الصين سوريا اليابان عندك أستراليا عندك كوريا الجنوبية عندك إيران، كلهم كانوا في كأس العالم، فلذلك الأنظار كلها تنصب على هؤلاء المنتخبات والفرق، والمنتخب السعودي من ضمن الفرق المرشحة، فلذلك لن تكون يعني الترشيحات مصب على منتخب. ليس لدي وقت، عذرا على المقاطعة. كان معنا مدرب منتخب المملكة للناشئين والبراعم الكابتن بندر الجعيثين، شكرا جزيلا لك.